بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهارده نتكلم على الـ development of the nervous system. nervous system طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كل السيستم بتطلع من الجاستيبلا، فعندنا هنبدأ كلامنا من برضو من الجاستيبلا. هنقول ايه يتعمل ازاي؟ اولا اول حاجة ظهور النيورال بليد in the ectoderm opposite to notochord. يبقى في حاجة اسمها neural bleed thickening, proliferation of the cells, formation of neural bleed. تاني حاجة على طول يظهر جروف بنسميه neural جروف. neural جروف ده depression على ال neural bleed. الجروف بقام ديبر وأصبح من الكونكشن بتاع الاكتوديرم هيظهر فولد اسمها نيورال فولد. التو فولد فيوز ويتكون تيوب، والتيوب بنسميها نيورال تيوب، وترجع تاني الاكتوديرم كونكتد وذ اتش اذر تاني على التو اند بتاعتها وتعمل سوبرفيشال اكتوديرم. النيورال فولدز هتدي نيورال كريست على الشمال وعلى اليمين، بيبقى كورد بطول النيورال تيوب. طبعا النيورال تيوب ده تيوب مفتوحه من قدام بانتيريور نيرو بور ومفتوحه كودالي بالبوستيريور نيرو بور، يبقى هي انبوبه مفتوحه الطرفين، انتيريور نيرو بور قدام والبوستيريور نيرو بور كودالي. ادي النيورال تيوب ده تيوب ممتده بطول الجسم. الوول بتاعها او الجدار بتاعها بيبقى عباره عن وان لاير اوف سيلز و differentiated الى تو ريجون. الاستفاليك ريجون او يعني كرينيال ريجون بتعمل برين ريجون، والكودال ريجون بنسميها سباينال ريجون. خد بالك بقى احنا هنتكلم على differentiation اوف ذا برين. جه منين البرين؟ من البرين ريجون اللي هي الدايليتد اريا او السفاليك بارت. بيحصل فيها كونستريكشن 10 كونستريكشن ينتج عنها 11 نيرومير، يبقى من 1 لحد 11 نيرومير. النيروميرز ده اهو من 1 ل 3 يتحدوا مع بعض ويعملوا لنا بروزن سيفال. الرابعه والخامسه نيرومير هيعملوا ميزن سيفال، ومن 6 ل 11 هيعمل رومبن سيفال. يبقى هي برين ريجون حصل فيها كونستريكشن، الكونستريكشنز ده هي نتجت عنها ان اتقسمت البرين ريجون ل 11 نيرومير. نرجع تاني يتحد من 1 ل 3 تعمل بروزن سيفرم، 4 و 5 ميزون سيفرم، ومن 6 ل 11 ريمبن سيفرم. يحصل كونستريكشن في البروزن سيفرم ديفرنشيتد لتو ريجون، تيلين سيفرم داين سيفل. الميزن سيفلون اللي بيتكون من الرابعة والخامسة نيرومير هيفضل زي ما هو ميزن سيفلون. الرومبن سيفلون ديفرنشيتد لتو ريجون، ميتن سيفلون ومايلين سيفلون. امال بقى الديفرنشيشن اوف تيلين سيفلون؟ التيلين سيفلون هيظهر فيه تو ايفاجينيشن لاترالي بنسميها تيل سيفاليك فيزيكال. التيل انسفاليك فيزيكال ده هتعمل السريبرال هيمسفير اللي هي السنتر بتاع الميمرو كلها، الميمرو سنترز كلها هتبقى في المنطقه دي. وبعدين الانتيريور اند بتاع الانتيريور بارت بتاعته هيظهر بروجيكشن بنسميه رينين سيفر اللي هي هيدي الاولفاكتوري لون. الكافيتي بتاع كل فيزيكال بيعمل لاترال فينتريكال. المين كافيتي اللي بين الاثنين هيدي جزء من الثيرد فينتريكل. اللاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل كونكتد ويز ايتش اذر بالانتر فينتريكولار فورامين اوف مونو. يبقى اذا لما نقول الايد ديريفاتيفز اوف ذا تيلين سيفر، سيريبرال هيمسفير والفاكتوري لوب، الفنتريكلز اللي هو اتنين لاترال فنتريكلز
والانتيريور بارت اوف ذا ثيرد فينتر. ده اللي هو الديريفاتيفز بتاع الداينسيفر. الداينسيفر بتاع الترينسيفر. الداينسيفر ديفرنشيشن اوف داينسيفر سهله جدا. ليه روف وفلور ولاترال وول. الروف هيعمل روسترال كورويد بلكسس، والكودال بارت بتاع الروف هيدي البنايل كود. طب الفلور الانتيريور بارت برضه يدي اوبتيك ستوك اللي هيدي ريتنا اوف ذا اي، والكودال بارت هيعمل انفانديبولام اوف ذا بيتيوتري جلاند اللي هو البارسونال فوزا بتاع البيتيوتري جلاند. طب الوول اللاترال وول هيدي الايبيثالامس ده الفاكتوري سنتر، وال الوول الميدل بارت سالامس، وبعدين اللي تحت هايبو سالامس. يبقى اللاترال وول ديفرنشيتد لثلاثة ريجن، ايبي سالامس والثالامس والهايبو سالامس اللي هما بتوع الداين سيفرن. طيب امال الميدل سيفرن هيدي ايه؟ خد بالك الميدل سيفرن الروب بتاعه كوربورا كوادريجيمن. كوربورا كوادريجيمن دول الجسم رباعي، اثنين قدام واثنين اثنين سوبيرول واثنين انتيريور. الفرور هيدي سيريبرال بيدانكل او السيريبرال كلاس. طب الكافيتي هيدي السيريبرال اكويدك. يبقى بنقول ايه الفيت اوف ميدل سيفر؟ كوربورا كوادريجيمن، سيريبرال بيدانكل، والسيريبرال اكويدكت اوف سيلفياس. طيب الديفرنشيشن اوف رومبن سيفر، احنا قلنا الرومبن سيفر هيدي اثنين ريجون، ميتنسيفالون ومايلنسيفالون. الميتنسيفالون ببساطة روف هيعمل سيريبيلم اللي هو السنتر اوف كوردينيشن، والكودال بارت بتاع والفنترال بارت بتاعه هيدي البونز. يبقى في بونز فنتر الفلور بتاعته بونز، والروف بتاعه سيريبيلم. طب والكافيتي anterior part of fourth ventricle ده مين؟ ده السيريبرم. طب ناخد بقى المايلين سيفرم، يبقى الميتين سيفرم ضد السيريبرم والبون وجزء من الفورث فنتريكل. المايلين سيفرم روف برضه وفلور ولاترال وول. اللاترال وول والفلور هيدي المضلة اوبلونجاتا. طب الروف هيدي الكودال كورويد بلكسس. يبقى ملخص الكلام الميتين كاتب تحت هما سيربيلم بونز انتيريور بارت اوف فورث فينتريك، والمايلينسيفالون كودال كورويد بلكسس مضلة اوبلونجاتا بوستيريور بارت اوف فورث فينتريك. باجي اقول لك مثلا ايه سيربيلم ديفلوبد فروم، واحط لك اربع اختيارات، او اقول لك السيربيلم ديفلوبد فروم ذا روف اوف ميتنسيفالون، صح ولا غلط؟ دي الحاجات لان الامتحان كله هيجي صح وغلط. السباينال كورد ببساطه شديده احنا قلنا النيورال تيوب لها جزئين، جزء برين ريجن وسباينال كورد. السباينال كورد هيجي من السباينال كورد ريجن. دي في كافيتي، الكافيتي ده هوت بتاع النيورال تيوب، والجدار بتاعه الجدار بتاعه ببساطه شديده ثيكنينج بروليفريشن، ويتعمل أربعة بليت، دورسال بليت، فنترال بليت، ولاترال بليت. اللاترال بليت ديفرنشيتد حاتت إيه؟ هيظهر فيها السلكس نيمتان انفيدد أو ايفاجينيتد انتو لاترال بليت، ديفايدد إت انتو ألر بليت وبيزال بليت. الألر بليت دهيت الشمال مع اليمين فيوز، وتعمل سيبتم بنسميه دورسال ميديان سيبتم. والجزء الفنترال بارت بتاع الكافيتي نفسه، يبقى هنا الكافيتي اختفى عشان الارل كونكتد وذ ايتش اذر وعملت سيبتم في النص، فاصبح الفنترال بارت راوندد ويعمل السنترال كانال بتاع السباينال كورد. الارل بليت حد فرانشيتد للدورسال جري كولم، والبيزل بليت هتدي الفنترال جري كولم. سام سيلز ميجريتد فروم ذا بيزل بليت او الفنترال جري كولم، وتعمل اللاترال جري كولم.
ده الموجة السريعة على السباينال كورد. طيب هناخد برضو حاجة ديفلوبمنت اوف ذا اي. طبعا انت عارف ان اتشرحت لك الاي عبارة عن ايه؟ ريتنا اللي هي نيرفس لاير، وبعدين فاسكولار لاير، وبعدين فايبرس لتلاتة لاير. هنقول اتكلم سريعا على ديفلوبمنت اوف ذا ريتنا اندلنس. احنا كان بداية الكلام قلنا ان احنا عندنا نيورال تيوب، والنيورال تيوب قلنا فيها تيلين سيفرون اللي هو وداين سيفرون. من اللاترال وول اوف داين سيفرون ابيرنس اوف فيزيكال بيتس الاول اوبتيك بيت، وين الاوبتيك بيت انلارجد انفاجينيتد لاترالي وتعمل اوبتيك فيزيكال. الاوبتيك فيزيكال انفاجينيشن تعمل كاب فنجال كده بنسميه اوبتيك كاب. الاوبتيك كاب ده يعني هي بقت تو لاير، لان هي كانت فيزيكال الاول اتطبقت، دخلت الطبقتين بقوا كونتاكت ويز اتش اذر، بقى فيه اوتر لاير وبقى فيه انر لاير. الاوتر لاير خد بالك بقى زي ما انا عاملها لك كده، البارس الاوتر لاير بتاعتها هتبقى بيجمنتد سيتوبلازما هيفرز ميلانين صابس او جرانيولز، هتبقى معتمه، فبنقول دي الاوتر لاير اوف ذا اوبتيك كاب، هتعمل اوتر لاير بتاع الانر لاير. دي النيرفس لاير او السنسيتيف لاير اللي هي هتبقى حساسه بقى للضوء وعليها عامل كبير انت عارف. الانترنال لاير عشان يحصل لها ديفرنشيشن هنعرف بس اجزاء. الجزء لما يجي يحصل ديفلوبمنت لللينس هشرحها لك دلوقتي، المقابل لللينس بنسميه بارس اوبتيكا اللي هو الجزء المبصر اللي هو الضوء يقع عليه يعني الواحد يحس بايه؟ بالاشكال اللي قدامه. وجزء بيبقى في الجناب ده مش معرض للضوء فبنسميه بارس سيكا، جزء المعتم اللي هو يعني ايه ملوش دعوه بالابصار. الجزء المعتم ده هو جزء بيبطن السيلري بودي فبنسميه بارس سيلياريس، وجزء يغطي الايريس بنسميه بارس ايريدس. يبقى مجمل الكلام اوبتيكا وبارس سيكا. البارس سيكا ده هو جزء يغطي السيلري بودي بنسميه بارس سيلياريس، وجزء بيغطي الايريس بنسميه بارس ايريدس. قال امال البارس اوبتيكا عباره عن ايه؟ عباره عن 6 لير اوف سيل. فيرست لير شوف شنو لاير اوف رودز اند كونز اللي هو مخروط واسطوانات عشان الضوء يقع عليها تقوم تحللها الالوان الطين، وتخش على 4 لاير اوف باي بولر نيرف سيلز، وبعدين المالتي لاير واحده من لاير اوف مالتي بولر جانجليونيك سيلز اللي هي الاكسون بتاعتها هتعمل مين؟ هتعمل الاوبتيك نير على اساس الضوء ينزل على اللير بتاع الروتس اند كون يقوم يحصل لها تحلل الضوء لكذا لون. وبعدين تخش على الاربعه الباي بولر سيلز، اربع من الباي بولر سيلز جزء سنسيتيف لكل لون يدي الاشاره للمالتي بولر سيلز اللي هيمشي من الاكسونز بتاعها هيعمل الاوبتيك نير اللي هيخش على الاي. ده مين؟ دي ديفلوبمنت اوف ريتنا. يبقى الريتنا البريموردي بتاعتها مين؟ لما اقول لك ده بريموردي اوف ريتنا هنقول اوبتيك فيزيكال صح، اوبتيك بيت صح، اوبتيك كاب صح، دي كلها حاجات مصطلحات للبريموردي اوف، يا تجيبها من اوبتيك بيت صح، اوبتيك فيزيكال او اوبتيك كاب. طب اللينس اتعملت ازاي؟ احنا قلنا الفيزيكال دي او البيت طلعت من اللاترال وول اوف دانسيف، قصادها بالظبط اكتيديرم اللي هي بره اوبوزيت للاوبتيك بيت ثيكنينج اوف ذا اكتيديرم
يحصل في ثيكنج في الاكتوديرم اوبوزيت تو اوبتيك بيت، وبتعمل الثيكنج ده بنسميه لينس بلاك هول. لينس بلاك هول، اللينس بلاك هول ده هوت هيبقى هالود اوت، يتجوف سيبريتد فروم ذا اكتوديرم، وينفصل من الاكتوديرم وفورم فيزيكال، والفيزيكال بنسميه لينس فيزيكال. اللينس فيزيكال ده سيبريتد بقى من الاكتوديرم، ينفصل تو بي لوكالايز بتوين ذا اند اوف اوبتيك كاب، ويبقى موجود عند الايه، يخش بين التو اندز بتاع الاوبتيك كاب. طب وبعدين؟ وبعدين تيجي بقى الجزء ده هوت اللي هو اللينس، هيبقى يحصل ديفرنشيشن للفيزيكال، ليها اوتر لاير وانر لاير. الاوتر لاير هي كلام فيزيكال، وان لاير اوف سيلز فيزيكال، تجويف محاط بخلايا، وان لاير اوف سيلز. الاوتر لاير هتبقى سكويمس وتغطي الاكسترنال سيرفيس بتاع الليدز. الانر لاير بتاعتها يحصل فيها بروفريشن وتنقسم كذا مره، تقول قفلت مين؟ قفلت الليدز. خلايا تنقسم سيفرال تايم، وبعدين فيل ذا كافيتي اوف ذا فيزيكال، تملى الفيزيكال كله، وبعدين تموت ديجنريتد، وبعدين تعمل ترانسبيرنت ابيرنس، يبقى في هي كدوبك بس خلايا من بره، ويبقى اللينس عباره عن سوليد ستراكشر ملان بالسل الميته والفايبرس، ودي عباره عن عدسه العين. او طب ده حاجه بقى دلوقتي، يبقى احنا كوننا الريتنا، كوننا اللينس، فاضل مين؟ فاضل الفاسكولار لاير اللي هي الميدل لاير، وبعدين الفايبرس سيل اللي هي اللي بره. الانر لاير سوري الميدل لاير دي الكودا البارت بتاعها هيعمل حاجه بنسميها الكورويد، بيبقى ده فاين ايرور كونكتيف تيشو وريتش ان بلاد فيزس، بلاد فيزس كتير. والجزء اللي ورا بنسميه كورويد. من قدام الميدل لاير هتبقى السيلري بادي. السيلري بادي دي تلات حاجات، سيلري مصل، والسيلري بروسيسز، والسيلري رينج. كل دول برضو من الميدل لاير. وايه تاني؟ وبعدين الكونكتيف تيشو بتاع الايرس. يبقى لما نقول الميدل لاير او الفاسكولار لاير اوف ذا اي بول عباره عن كورويد، في البستيريور بار من قدام هيدي السيلري بودي اللي هو عباره عن سيلري بوسيس وسيلري ماسل والسيلري رينج، ويدي الايرس بس الكونكتيف تيشو بتاع الايرس، لان حدود الايرس من جوه ومن بره محاط بالبارس ايريدس اوف ذا ريتنا. بارس ايريدس اوف ذا ريتنا. الفايبرس لير او الارتر لير اوف ذا اي هتبقى عباره عن ورا السكلير بتاعك ومن قدام كورن، ودي طبعا درايفت فروم فيزيكال. يبقى اذا الاي الفاسكولار لير والفايبرس لير الاثنين جايين من الميزودير، الريتنا اكتودير اللي جايه من الاوبتيك كاب او الاوبتيك بيت، اللينز اكتودير. يبقى عشان تبقى تاخد بالك وانت بتقرا الكلام.